خش عليا خش. بتعمل ايه؟ لا ريلي انت بتعمل ايه؟ بتقعد تسألني في الأوقات اللي زي كده أنت فين يا بلال؟ أنت متتكلمش عليهم ليه يا بلال؟ أنت مش عارف إيه يا بلال؟ أنا مش شغلتي إن أي حاجة تحصل على اليوتيوب أعلق عليها، اللي هو زي الناس اللي فاكرين هو ده الفيديو رياكت، اللي هو يلا إحنا نعمل فيديو رياكت بقى أنا فاضي، فأنا كإنسان فاضي هقعد أتفرج عليك وأنت بتتفرج على فيديو تاني وتدي رأيك فيه، أنا مش محتاج ده، في فرق بين الفيديو رياكت وبين عالم القرود والنقد. على فكرة يا بلال يا عيسى النقد هو الفيديو رأيت والله العظيم أنا مش